القضية اللي مش بحثوا عليها اليوم هي قضية أحمد بن عبدة. أحمد بن عبدة موظف يخدم على روحه، صارت له مشكلة في الشارع، هزوه البوليسية في المرسى خلال الليلة بين 30 نوفمبر و 1 ديسمبر 2013، ومن جراء التعذيب غد عينه اليمنى، وإضافة إلى الأضرار الأخرى والتعذيب اللي أثاره ما زالت واضحة على أحمد بن عبدة. الملفات اللي تعهدوا بها منذ سنة 2014 هو ملف أحمد بن عبدة، هو تعهد متاعه صار تعهد قانوني نفسي طبي أساساً، أما بحكم اللي نحن في حبينا اليوم نأكدوا على أهمية أنه كيفاش الضحايا، كيفاش الضحايا نساعدوهم على طريق محامين وشبكة من المحامين أنهم هما يقدموا شكاية في التعذيب وسوء المعاملة، ونرفقوهم طوال هذا المسار. هذا المسار هذا طويل وصعيب لينا احنا كمراكز وللضحية زادة، لانه السلطات القضائية ما ثمش تعاون كبير، ثم بطء في الاجراءات، ثم عدم انصاف الضحايا، وملف احمد هو مثال صارخ للناحية ذي. ما نحبش نندم على حاجة برك، لا رجع الفعل خمسالة اللي ضرب لي عيني واللي نجم رجع الفعل، اما تعدي لي من بعد قضية ارهابية وتولي تكره البوليسية وتولي الحكاية هذيك، انا كان نص نعمل الحكاية هذي تشوف كيفاش النقابات نتاعهم عاد تو يقوموا، ونحن عبارة هما تو ملايكة، واللي انسان خسر عينيه شنو مش نخسر يا اخي؟ شنو عندي يا اخي باش نخسر؟ عندي حتى شيء باش نخسر؟ الحاجة المضحكة انه من عام 2011 ل 2018 اليوم عندنا زوز احكام كهو خرجوا في قضايا التعذيب، واحدة منهم سورسي. يعني نتصور ما فماش إحصائية معبرة أكثر من الإحصائية هذه. عملوا المثال منظمات كيف المنظمة العالمية لمنهضة التعذيب، ولا رابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولا المنظمة التونسية لمنهضة التعذيب، عندها إحصائيات اللي مئات الشكايات سنوياً تقوم بها الناس، معناها المتضررين أو عائلاتهم إذا كانوا ضحايا تعذيب وتوفاوا. وهذا نسمعوا به يعني كل عام، مش قد وما لا تنتهي بشيء، يعني تقعد في رفوف القضاء، او معناها لا نصل اصلا الى مرتبه الاحكام، رغم انه الاحكام في حد ذاتها شفناها كيفاش مخفه وما تطبقش. علاش ثم افلات من العقاب في تونس من الناحيه القانونيه؟ اساسا هو ثم نقص تشريعي واضح في تكييف التعذيب، وكما ذكرنا بعد على التلائم القانون التونسي مع القانون مع المعاهده الدوليه مع المعاهدات الدوليه، ثم بطء اجراءات كبير وتعنت من سلطات بعض السلطات القضائيه في عدم اخذ بجديه بملفات هذه، ثم سير غير عادي، ثم استهزاء، ثم تفصي من العقاب، واعتبار انه الامنين معناها عباد غير فوق القانون ما نجموش نحاسبوهم. عدم تطبيق القانون مسؤوليه، انك تخاف، لانه فما اشكال انه بعض القضاة يخافوا من انهم يتبعوا ولا يحلوا بحث في شكاية تعذيب ضد بوليس، باعتبار أنه نهار آخر هو ما يطبقوش الأوامر بتاعه في قضايا حق عام، بطاقاته ما تطبقش. قلت لك القطاعية في إشكال كبير يخوف القضاة كريمة، ومعناه يخوف القضاة ويعيقهم عن متابعة وتتبع جدي للجرائم هذه.